اهلا بيكم طلاب برايمري 4، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبتدي مع بعض ريفيجن. ريفيجن هيبقى على المنهج كله. هنحاول نلم اكبر قدر من المصطلحات ومن النقط المهمة في كل كونسبت. الريفيجن هيبقى مكون من 2 بارتس. اول بارت هنتكلم فيه عن يونت 1، وبارت 2 هنشوف فيه يونت 2. اهم حاجة ان احنا نحل كويس قوي، واي حاجة مش فاهمينها نبعت. اول كونسبت كان بيتكلم عن ايه؟ كان بيتكلم عن الادابتيشن اند سيرفايف. كان بيتكلم عن ادابتيشن اند سيرفايف. قلنا يعني ايه ادابتيشن؟ اول حاجة adaptation characteristics help living organism to survive. يبقى الادابتيشن دي حاجة الليفينج اورجانيزم بيعملها to survive، عشان يقدر survive يعني يعيش، عشان يقدر ايه يعيش. هو مين هو الليفينج اورجانيزم؟ الليفينج اورجانيزم هم البلانت، هم الانيمال، هم الهيومن، كل دول ليفينج اورجانيزم. يبقى عشان يعيشوا في المكان اللي هم عايشين فيه لازم يعملوا حاجة اسمها adaptation. يبقى اي حاجة اقول لك الليفينج اورجانيزم ده عملها ليه، اجيبها لك في هيئه جيف ريزون. يبقى اول لما اقول لك جيف ريزون، الليفينج اورجانيزم ده عنده بلاك هير، بلاك فير، وايت فير، سكين، اي حاجه اي حاجه اي حاجه الليفينج اورجانيزم بيعملها، يبقى تقول لي تو سيرفايف. تو ايه؟ سيرفايف. اول ليفينج اورجانيزم معانا كان البنجوين، وقلنا تو سيرفايف عنده ايه؟ عنده فات، وعنده thick layer of fat، وعنده feather. عنده fat وعنده ايه؟ feather. وقلنا الليج بتاعته don't have fat or feather، عشان كده عندها blood vessel. blood vessel عامله wave. عامله ايه؟ wave. هي اي حاجه في جسمنا فيها blood vessel، انما المهم في اللفات بتاعت البنجوين ان blood vessels عامله wave. بعد كده خدنا كام حاجة كده زي البولر بير، عنده وايت اند ثيك فير. وايت فير تو ميك كاموفلاج، او تو هايد. تو ايه؟ هايد. عندنا البراون والبلاك بير، هاف بلاك او براون فير تو سيرفايف. برضو الفينك فوكس عنده ساندي كولر تو سيرفايف، والديزرت ديزرت ليزرت عندها كولرفول سكيل. قلنا كل حاجة او ربنا خالق حاجة بألوان مختلفة ليه؟ to make camouflage. يعني ايه camouflage؟ camouflage ان ال living organism يعمل hide. يبقى انا لما اجي اقولك give reason the polar bear have white fur، هتقول لي to survive، هقول لك صح. طب لو قلت لي to hide، ربنا خلقه عشان يقدر يعمل hide في السنو، هتلاقي معظم ال living organism اللي عايشة في السنو عندها white سكين او وايت فير، زي البولر بير، زي الهاسكي دوج، زي البنجوين. البنجوين هتقول لي ميز ده بلاك اند وايت، بس في وايت، في اجزاء وايت. يبقى معظم الحاجات اللي موجوده في كل مكان هي عندها كلر معين خاص بيها. معظم الحاجات اللي عايشه في الديزرت عندها ساندي كلر، زي الفينك فوكس وزي الكاركل عندهم ساندي كولر. عندهم ايه ساندي كولر؟ الكولر بيبقى اللون بتاع الديزرت، بتاع الساند. فاي حاجه بتبقى موجوده في الكولر زي المكان اللي هم فيه ليه؟ تو هايد. تو هايد. يبقى احنا عندنا الجيف ريزون بتاع الكونسبت ده هو متفق بكلمتين، يا تو سيرفايف يا ايه؟ يا تو هايد. بعد كده دخلنا في type of adaptation. قلنا الادابتيشن عندي structure وعندي behavioral. اي حاجة اقدر اتحكم فيها behavior، اي حاجة ربنا خالقها اقدر ما اقدرش اتحكم فيها هي structure. زي ايه؟ زي الكالر بتاع اي حاجة، الكالر بتاع السكين بتاعك، الكالر بتاع الفير بتاع البولر بير، الكالر بتاع الفيذر بتاع البنجوين، الاير، الليج، اي حاجه موجوده في الجسم. هو البنجوين يقدر يغير الليج بتاعته؟ لا ما يقدرش. يقدر الفينك فوكس، الفينك فوكس يقدر يغير الاير بتاعته ان كانت لونج او شورت؟ لا ما يقدر. يبقى كل ده ستراكشر ادابتيشن، ستراكشر ادابتيشن. انما البيهيفير، بيهيفير ادابتيشن، تعالوا نشوف كام اكزامبل كده. عندنا قلنا الفينك فوكس الستركتشر ادابتيشن عنده تان كولر او ساندي كولر كود ليه؟ تو ميك كاموفلاج. وعنده اكسترا لارج اير تو ستاي كول او تو كول اتس بادي او تو لوز هيت. هيت تو لوز ايه؟ هيت، عشان الهيت يخرج منها، فعنده لونج اير. انما البيهيفير ادابتيشن بانتس لايك دوج، بيقعد يعمل ينهج ينهج كتير لايك دوج، دي حاجه هو بيتحكم فيها.
أو leave in paro، يوم ما يحتاج ينام بيروح رايح البارو بتاعه، ده behavior هو بيعمله، هو مش حاجة موجودة في جسمه، ده behavior حاجة هو بيعملها. eat all kind of food، هو بياكل كل حاجة، الحاجة اللي يلاقيها قدامه هياكلها، يبقى ده ايه؟ ده behavior adaptation. طيب الاركتيك فوكس، الاركتيك فوكس عكس الفينك فوكس، الفينك فوكس عايش في الهوت ديزرت، انما الاركتيك فوكس عايش في التاندرا، عايش في مكان سنو، مكان سنو يبقى الكود بتاعه ايه؟ الكود بتاعه وايت، بس عنده حاجه مهمه، الكود بتاعه بيبقى وايت عشان السنو بيبقى واقع عليه، فبيبقى وايت في الوينتر، انما لما بيجي السمر بيبتدي السنو يسيح، يحصل له ميلتنج، فساعتها بيتحول او بيتحول لونه للون اللي احنا شايفينه ده، اللي هو اللون البراون او لون ساندي شوية، لونه ايه؟ براون. وعنده شورت اير، شورت اير وشورت ليج تو هيلب تو ستاي وورم، عشان يفضل ستاي وورم، عشان هو عايش في مكان اركتيك. البيهيفير ادابتيشن، بيهيفير ادابتيشن بتاعه ليف ان بارو تو ستاي وورم، ليف ان بارو هو كمان، وايت اول كايند اوف فود هو كمان. يبقى احنا عرفنا ايه الفرق بين الستراكشر وبين البيهيفير. عندنا البول شارك، البول شارك برضو عنده ستراكشر ادابتيشن وعنده بيهيفير ادابتيشن. ستراكشر ادابتيشن هو في حاجه في جسمه بتخليه يقدر يعيش في السولت اند فريش ووتر، يبقى ده ستراكشر ادابتيشن. اي شارك تاني ليف ان سولت ووتر اونلي، ليف ان سولت ووتر اونلي، انما دوت في حاجه ربنا خلق له حاجه يقدر يعيش في السولت ووتر والايه والفريش ووتر، عشان كده ستراكشر ادابتيشن. يوز كاموفلاج، الكاموفلاج بتاعه اسمه كاونتر شيدنج. يعني ايه كاونتر شيدنج؟ عنده دارك باك وعنده وايت بيلي، دارك باك وايت بيلي، الباك بتاعه ظهره دارك والبيلي اللي هو بطنه او الجزء اللي تحت ده عنده وايت، الجزء ده اسمه ايه؟ كاونتر شيدنج، وما ننساهاش كاونتر ايه؟ شيدنج. وعنده هاز شارب تيث، هاز شارب ايه؟ تيث. دي كلها حاجات هو مش بيقدر يتحكم فيها، يبقى ده ستراكشر ادابتيشن. انما البيهيفير ادابتيشن ايه ديفرنت تايب اوف فود، هو اللي بيتحكم في التايب اوف فود اللي هو ممكن ياكله. هانت ديورينج داي اند نايت، عايز يصحى يعمل هانتنج الصبح تمام، عايز يعمل هانتنج بالليل تمام، يبقى كل ده بيهيفير ادابتيشن. البانثر كاميليون، بانثر كاميليون هي كمان عندها ستراكشر ادابتيشن زي الاي كان فيس اوبوزيت دايركشن، كل اي فيهم ماشيه مع نفسها. هاد بريتلي كولورد سكيل، السكيل بتاعتها بصوا شايفينها ملونه حلو ازاي، ده لونها الاصلي. هاز في في شيب فيت، الفيت بتاعها عامله زي الفي كده تمام، والتيل بتاعها لايك هاند، التيل بتاعها لايك ايه؟ هاند، ده ستراكشر. انما اول لما بتلاقي دينجر بتعمل ايه؟ بوف ات بادي وذ اير، بتنفخ البادي بتاعها with air، open its mouth wide، بتفتح بقها كبير، وchange the color of its scale. هتقول لي يا ميس طب ما هو color هنا قلنا structure، ليه هنا قلنا عليه behavior؟ لا، هو color بتاعها structure، انما لما هي تغيره تعمل له change، لما يبقى فيه danger يبقى ده behavior هي بتعمله، هي بتعمله، انما هو لو مفيش behavior، لو مفيش danger هيفضل اللون بتاعه الاساسي. يبقى احنا كده خلصنا الانيمال. هل البلانت هي كمان بتعمل ادابتيشن؟ او البلانت عندها ستراكشر ادابتيشن وبيهيفير ادابتيشن. تعالوا بقى نشوف الادابتيشن اوف بلانت، البلانت بيعمل ادابتيشن ازاي. البلانت اي حاجه موجوده في جسمه ستراكشر ادابتيشن، اي حاجه بيعملها لما يبقى فيه دينجر ده بيهيفيرال ادابتيشن. ايه هو اصلا جسم البلانت؟ البلانت بيتكون من ترانك، بيكون من ليف، بيكون من روت اندر ذا سويل، يبقى اللي تحت السويل ده اسمه روت، اللي فوق ده ترانك وليف، هي ده البادي اوف بلانت. لما اقول لك اي حاجه موجوده في البلانت ذات نفسها، يعني مثلا تاني ليف جرو اون ذا توب اوف ذا تري، في تاني ليف، يبقى دوت استراكشر. very long trunk ده structure، الشيب بتاع الروت ده structure، انما اي حاجة تانية او حاجة بتعملها وقت لما يبقى فيه danger ده behavior. طب هل البلانت بتقدر تعمل behavior adaptation؟ هل هي بتعرف ان فيه danger وهي بتعمل حاجة ايه؟ بتطلع تجري مثلا؟ لا طبعا. هنشوف دلوقتي بتعمل ايه. عندنا الاكاشيا تري، الاكاشيا تري عندها الليف بتاعتها
تاني leaf grow on the top of the tree. هي تاني leaf. تاني ايه؟ leaf. تاني حاجة الليف دي عندها sharp spine. بيبقى around the leaf في ايه؟ sharp spine. يبقى دي مش حاجة عليها، يبقى ده structure adaptation. الترونك بتاعها very long trunk. طب ليه very long؟ عشان تمنع الانيمالز انها تاكلها. يبقى most animals can't reach its leaf. تمام؟ عشان تمنع او prevent the animal from eating its leaf. بس تيجي واحدة كده في النص، animal كده في النص ما يفرقش معاها. هي مين؟ الجيراف. يبقى مين الانيمال اللي تقدر او can eat the acacia tree؟ هي الجيراف. تاني حاجة الروت اسمها tap root. اسمها ايه؟ tap root. to reach to the water. احنا الاكاشيا تري بتبقى موجودة فين؟ في السافانا. فين؟ في السافانا. السافانا دي ما فيهاش ووتر كتير، فالووتر بيبقى تحت خالص. طب الروت دي بتعمل ايه؟ بتدور على الووتر. فبتروح رايحه مدوره، تقعد تاب روت طويله طويله تو ريتش تو ذا ووتر. طب احنا كده عرفنا الاستراكشر ادابتيشن. طب البيهيفير ادابتيشن بتاعها بتعمل ايه؟ الاكاشيا تري اول لما تيجي عندها الجراف او اي حاجه تبتدي تاكل الليفز بتاعتها وتقدر توصل لها، بتروح مطلعه بروديوس بويزن. بروديوس ايه؟ بويزن. وتبتدي تحذر الاكاشيا تري اللي جنبها. ازاي؟ بتعمل سميلي مسج. سميلي مسج فين؟ بتبعته مع الويند. يبقى انا الاكاشيا تري اللي هنا جات الجراف تاكلها، تروح مطلعه بويزن ومطلعه سميلي مسج للاكاشيا تري التانية، بتقول لها الحقي الحقي، ده في انيمال او في دينجر هيبتدي يجيلك، خلي بالك. تروح التانية محضره نفسها ومطلعه العده اللي هي مين؟ البويزن. يبقى هي بروديوس بويزن. دول بيهيفير ادابتيشن. تاني واحدة معانا كانت الكابوك تري. الكابوك تري بقى عكسها، هي موجودة في الامازون رين فورست. الامازون رين فورست مكان كله ووتر. الليف بتاعتها بتبقى هاند شيب ليف. هاند شيب ليف زي ما احنا عارفين ليه؟ تو الاو ويند تو موف، عشان تخلي الويند ايه؟ موف. تاني حاجة عندها الروت اسمها باترز روت. اسمها ايه؟ باترز روت. الباترز روت دي بتبقى very long. very ايه؟ long. بتبقى موجودة في الويت مودي سويل. ويت ايه؟ سويل. السيد بتاعتها هتقولي ميس السيد ده في جسمها؟ اه هي حاجه منها. بتبقى فلافي يلو سيد. فلافي يلو ايه؟ سيد. البيهيفير ادابتيشن بتعمل ايه؟ بتعمل ديليشس سميلينج فلاور تو اتراكت بات. يبقى هي بتطلع ديليشس سميلينج فلاورز عشان تعمل اتراكت للايه؟ للبات. انا عايز اسالكم سؤال، واخدين بالكم انا كل حاجه واقول في النص ليه بتعمل كذا، ليه عندها كذا، ليه بتعمل كذا؟ هو ده سؤال الجيف ريزون اللي احنا دايما بنقف عنده. لما اقول لك ان السيد اوف كابوك تري عندها فلافي يلو سيد، هتقولي تو ادابت تو سيرفايف. شفت كل حاجه تو سيرفايف. طيب هي بتعمل ليه ديليشس سميلينج فلاور؟ تو اتراكت بات. تو اتراكت ايه؟ بات. يبقى انا كل حاجه اقول لك ليه تقول لي تو، يبقى ده جيف ريزون. طيب تعالوا نشوف كام بلانت تانيين وهم عايشين فين وايه الادابتيشن اللي ربنا خلقه لهم عشان يقدروا يعيشوا في المكان دوت. اول حاجه المانجروف تري سولت ووتر، ليف ان سولت ووتر، هاز لونج اند سترونج روت. عشان هو موجود في السترونج ووتر عنده سترونج روت. ليه؟ تو ريزيست ذا ووتر ويف، عشان يقدر يرزيست الووتر ايه؟ ويف. تاني حاجة الووتر ليلي بتبقى عايشة في الويت لاند. it has white floating leaf. يبقى عندها floating leaf ايه؟ white. ليه؟ to absorb large amount of sunlight. الباين تري. الباين تري بتبقى موجودة فين؟ في السنو. موجودة فين؟ في السنو. الباين تري عندها حاجتين. اول حاجة تريانجل شيب. الشيب بتاعها تريانجل كده. ليه؟ to allow snow to slide. to allow snow to slide. to allow snow to slide عشان لما ينزل السنو يعمل سلايد بسهولة، يتزحلق كده. تاني حاجة النيدل ليف عندها ايه؟ نيدل ليف. ليه؟ to prevent to lose of water. to prevent lose of water. بعد كده البالم تري. البالم تري هو كمان عنده thick root. thick root زي مين؟ زي المانجروف، بس المانجروف في الووتر تو ريزيست ووتر، انما البالم تري تو ريزيست سترونج ويند. تو ريزيست سترونج ويند. اخر واحده البربري فيج. البربري فيج ليف ان ديزرت عندها شارب سباين. طالما في سباين يبقى اكيد عشان تحمي نفسها، يبقى تو بريفنت انيمال فروم ايتينج اتس ليف. تو بريفنت انيمال فروم ايتينج ايه؟ اتس
leave. من ضمن الحاجات اللي ربنا خلقها لنا عشان نعمل adaptation فيها هو السيستم. يعني ايه اصلا سيستم؟ السيستم group of organ work together to perform a specific job, a specific a job. يبقى انا السيستم هو group of organ, كذا organ كده بيعملوا حاجة معينة. زي ايه؟ زي عندي nervous system, circulatory system, digestive system, respiratory system. والسيستم ده بيختلف من living organism من living organism تاني. طب احنا كل شوية على مدار السنين كل شوية هندرس سيستم معين. طب دلوقتي هندرس مين؟ اول سيستم معانا هو الدايجستيف سيستم. الدايجستيف سيستم بنستعمله في ايه؟ بنستعمله في الدايجيشن بروسيس. ايه هي الدايجيشن بروسيس؟ اتس بروسيس اوف بريكنج داون اوف فود, بريكنج داون اوف فود انتو سمولر بارت, انتو سمولر ايه بارت. طب كونسيست اوف ايه؟ ماوث, ثروت, اسوفيكس, stomach, small intestine, large intestine. Mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. تعالوا كده نشوفهم من الرسمة. بعدي على الماوس بقابل الفارينكس. اللي يمسح فارينكس ولا ثروت؟ هما الاثنين واحد. بعد كده esophagus, stomach, small intestine, large intestine, small intestine, large intestine. يبقى هو دوت الدايجستيف سيستم. دوت مين؟ الدايجستيف سيستم. طب تعالوا نشوف كل حاجه بتعمل ايه. يبقى انا الدايجستيف سيستم start with mouth, end with anus. end with ايه؟ anus. اول حاجه بنبتديها الماوس. الماوس فيه التيث, teeth to crush food, crush a food. في saliva, saliva ده liquid substance بيعمل ايه؟ moist food, moist a food. بعد كده عندي التونج. التونج بيعمل mix food with saliva, mix food with a saliva. بعد كده عندي الاسوفيكس. هتقول لي فين الفارينكس؟ الفارينكس هنقوله كمان شويه. عندي الاسوفيكس. الاسوفيكس ده long muscular tube, long muscular a tube. ده بيوصل لي from mouth to stomach, ده بيوصل الفود من الماوس للاستومك. بس عشان بصوا المسافه طويله قوي هيوصل ازاي. بعد كده عندي الستومك ده ماسكولار اورجان بيعمل ايه؟ ميكس فود ويز ستومك اسيد اند دايجستيف جوس. يبقى هو انا عندي دايجستيف جوس والستومك اسيد, هي بتعمل ايه؟ الفود, الستومك بتعمل ميكس ما بين الفود والحاجات ديت عشان تروح تعمل تشينج للفود انتو سوبي ليكويد. انتو سوبي ايه؟ ليكويد. الفود stay in the stomach for few hours. يبقى الفود بيفضل في الاستومك few hours. بعد كده بيروح رايح للسمول انتستن. في السمول انتستن هي عبارة عن ايه؟ long tube. بتبقى قد ايه؟ بتوصل ل 6 متر. بيجي فيها حاجتين بيحطوا الجوز بتاعهم او بيوصلوا الجوز بتاعهم ليهم, اللي هم البانكرياس والليفر. بانكرياس وايه؟ والليفر. بيعملوا ايه؟ breaking down of the food into nutrients. يبقى انا الجوس او الجوسز بتاعت البنكرياس والليفر بتساعد الفود عشان يتحول لنيوترينت. بعد كده ال wall of small intestine absorb the nutrients. يبقى انا ال small intestine بعد ما يحصل digestion وخلاص بقى الفود بقى جوس, بيعمل absorb للايه؟ للنيوترينت. The body doesn't benefit from some part of food. في شوية food كده, انتوا عارفين فكرة لما انا اجي اعمل عصير بعد ما اعمله هصفيه, في جزء كده انا مبقتش محتاجه. يبقى انا بعد الوول ده ما يعمل absorb للجزء اللي محتاجه, الجزء اللي انا مش محتاجه هيتحرك, يتحرك ويروح لللارج انتستن. يروح لللارج ايه؟ انتستن. اللارج انتستن start with the end of small intestine, بتبتدي عند اخر السمول انتستن وبتخلص end with ايه؟ anus. بتخلص في الopening اسمها anus. بعد كده مفيش digestion process في اللارج انتستين. كل الحكاية ان هي ال undigested material become solid waste. ليه؟ عشان هي بتعمل absorb للwater. يبقى اللارج انتستين بتعمل absorb للwater منها, فبتبقى solid material. تبقى ايه؟ solid material. تاني سيستم معانا الريسبيراتوري سيستم. الريسبيراتوري سيستم بيدينا او بيخلينا ناخد الاكسجين اللي احنا بنحتاجه, نيدد اكسجين, وبنقدر ان احنا جيت ريد فروم كربون دايكسايد. يبقى انا باخد اكسجين وبعمل جيت ريد, يعني بتخلص من الكربون دايكسايد جاز. في البروسيس دي اسمها ايه؟ اسمها ريسبيريشن. يبقى انا ايه ريسبيريشن؟ بروسيس اوف بولينج اير and pushing air out. يبقى pulling air in and pushing air out of the body. consists of a nose,
throat أو pharynx trachea to bronchi to lung diaphragm. يبقى nose pharynx trachea to bronchi. تقولي ايه ده يا ميس؟ هو مش الpharynx ده organ موجود في digestive system؟ هقول لكم اه. تعالوا كده نشوف حاجه. انا عندي الماوس اهو تمام، وعندي النوز اهي. الثرات عبارة عن ايه؟ الثرات عبارة عن، حس ان هو بوابة في هنا كده مكان تمام. عندي اهو السوفيكس، وعندي اهي التراكيا. انا دلوقتي كلت فود، هينزل هنا هيجيله الثرات هيقول له انت ايه، انت فود ولا ايه؟ هيقول له انا فود. هتقول هيروح واقف هنا عند التراكيا، يقول له لا عدي من هنا ادخل على الاسوفيكس. طب لا انا العكس، انا واخد اير، يقول له استنى انت اير، اه ادخل على التراكيا، هنقفل المكان ده وانت هتدخل على الايه، على التراكيا. عشان كده لما بيجي لي برد انا ممكن اتنفس من بقي، هاجي ادخل اير من هنا، هيروح الفارنكس هيقول له انت ايه، هيقول له انا اير، هيقول له لا استنى ادخل انت داخل المكان غلط، كمل في التراكيا. يبقى انا الفارنكس هو اورجان موجود في الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم. يبقى انا اول حاجه عندي النوز فيرست اورجان اوف ريسبيراتوري سيستم، تاني حاجه عندي الثروات، الثروات allow air to pass from nose to trachea، trachea tube allow air to pass into to lung. يبقى هي تيوب، التيوب دي تخيلوا انا عندي التراكيا واحده كده وانا عندي تو لونج، هل هقدر من تيوب واحده اعمل تو لونج؟ لا، لازم تحصل لها برانشز لتو ويز اسمهم تو برونكاي. اسمهم ايه؟ تو برونكاي. يبقى انا التراكيا بتدخل لي على تو برونكاي، تو برونكاي، والتو برونكاي بيتقسموا لبرونكيولس، لبرونكيولس. يبقى انا عندي تراكيا تو برونكاي برونكيولس الفيولاي، تراكيا تو برونكاي برونكيولس الفيولاي. ايه هي الالفيولاي دي؟ اير ساك كده الاكسجين بيوصل لحد هنا، في هنا بلاد فيزل، البلاد فيزل بتعمل تيك الاكسجين ده وبيبقى معاها الكربون دايكسيد، تقول لها معلش انا خدت منك اكسجين اتخلصي لي من الكربون دايكسيد ده لو سمحتي، تروح مديها كربون دايكسيد. يبقى دي برونكيولس والايه والالفيولاي، والايه والالفيولاي. يبقى هي مين اللي عليها البلاد فيزل؟ الالفيولاي. الالفيولاي جنب الفيولاي جنب الفيولاي يعملوا لي اللونج. يبقى انا اللونج عباره عن ايه؟ عباره عن الفيولاي. بعد كده عندي الدايفراجم، دايفراجم مصل ماسكولر بيبقى موجود في البيض اوف ريبس، موجود من تحت كده، بيساعدني في عمليه الانهيليشن والاكسهيليشن. الانهيليشن ان انا بتيك الاير والاكسجين، اكسهيليشن بعمل ايه؟ ريليز الكربون دايكسايد. ايه اللي بيحصل لما بعمل انهيليشن؟ الدايفراجم كونتر اكت داون، بينزل ايه داون لتحت كده، والشست، الشست بتاعي بيحصل له انكريز، وبعمل تيك للجاز الاكسجين جاز انتر تو لونج. انما لما بعمل اكسهيليشن بيحصل ريلاكس وابورد، الدايفراجم بيتحرك موف ابورد، يبقى انا الشست بيحصل له ديكريز، وبعمل الاير بيبقى فيه كربون دايكسايد اوت تو ذا اير، اوت ايه تو ذا اوت فروم ذا بودي. طب انا عندي ده الريسبيراتوري سيستم وبقدر اخد الاكسجين فروم اير، اكسجين فروم ايه؟ اير. طب حاجه زي الفيش، الفيش موجوده في الاير ولا في الووتر؟ في الووتر. يبقى كده هي ما عندهاش، او هي عندها ريسبيراتوري سيستم، يعني لازم تتنفس، بس هتاخد الاكسجين بتاعها من الاير ولا من الووتر؟ فروم ووتر. يبقى اكيد ما عندهاش ريسبيراتوري سيستم زينا، امال عندها ايه؟ عندها جيلز. يبقى الفيش عندها جيلز تيك اكسجين فروم ووتر، تيك اكسجين ايه فروم ووتر. يبقى انا هنا عرفت الحاجات المهمة، عرفت ان انا بحتاج الووتر بحتاج الاير. يبقى انا ممكن يحصل حاجات او يحصل environment او يحصل حاجات احنا نبتدي نعملها نأثر على environment بتاعتنا، فما نقدرش نعمل adaptation، ما نقدرش نعمل ايه adaptation. زي ايه؟ ايه الحاجات اللي ممكن تعمل change environment؟ cutting down forest، farming and clearing land، building communities، introducing plant and animals into environment that were never part of the ecosystem، air pollution water pollution، air pollution water ايه pollution. الحاجات دي هتعمل لي ايه؟
اول حاجه تعمل لي دامج اوف لونج، تاني حاجه تعمل لي استزما، بعد كده تعمل لي هيرت ديزيز. هيرت ايه؟ ديزيز. اخر حاجه معانا او اخر ليفنج اورجانيزم احنا هناخده اللي هو الامفيبينز. الامفيبينز زي الفروج، التودوز، والسالامندر. انا مش عايزه اعرف عنها غير ان هي ليف ان لاند اند ووتر. طب هي ليف ان لاند اند ووتر معناتها ان هي بتاكل اكسجين من الاير وبتاكل اكسجين من الووتر، هل ينفع يبقى عندها لانج وعندها جيلز؟ لا، هي تيك اكسجين فروم اير باي لانج وفروم ووتر باي سكين. فروم اير باي لانج فروم ووتر باي ايه؟ باي سكين. وهنا احنا كده خلصنا كونسبت 1. هنكمل مع بعض تاني كونسبت معانا كان بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن سينس ات ورك، بيتكلم عن السينس اورجان والسينس بتاعنا. احنا عندنا كام سينس؟ 5 سينس: سايت، سميل، هيرينج، تيست، تاتش. سايت، سميل، هيرينج، تيست، تاتش. طيب احنا كل سينس بعمل بيبقى موجود باي او انا بستخدمه بأورجن معين، بأورجن ايه؟ معين. زي سايد باي اي، سايد باي اي انا بشوف بالاي. هيرينج باي اير، تيست باي تونج، سميل باي نوز، تاتش باي سكين. اول لما اقول باي واقول الأورجن يبقى انا هنا محتاج أورجن. يبقى انا ركز قوي هنا. السؤال بيجي في الكونسبت ده على حاجتين، يا اما هسألك على السنس يا اما هسألك عن الأورجن. اول حاجه عندنا السنس. السنس ده احنا بنستخدمه، احنا قلنا اول حاجه عشان نقدر نعيش بنعمل ادابتيشن. تاني حاجه احنا بنعملها بنعمل بنيوز السنس دول، بنبتدي نستخدم السنس ديت. زي ايه؟ انا لما اجي دلوقتي انا عايش في المكان بتاعي، لازم اقدر اعمل سايت عشان اشوف الحاجه اللي حواليا، لو في حاجه دينجر ابعد عنها. سميل لو حد حاطط حاجه على البوتاجاز او كده او في حريقه يبتدي سميل الريحه دي. يبتدي هيرنج لو في صوت غريب. يبتدي تاتش مثلا لو حاجه رف، لو في حاجه مثلا وقعت ابتدي احس بيها، اشوف هي وقعت فين. يبقى انا عشان اعيش لازم بحتاج الفايف سنس دول. تمام. احنا بقى احنا عايشين او ربنا مدينا العقل بتاعنا، فبنقدر نميز ونستخدم كذا حاجه. نيجي لحاجه زي الانيمال. الانيمال يوز السنس دول عشان يعيشوا، بس هما بيعيشوا في اماكن مختلفه. يبقى هما ربنا خلق لهم ان عندهم بعض السنس بيبقوا سوبر. كل انيمال عنده سنس سوبر عن الانيمال التاني. زي ايه؟ زي الدولفين. الدولفين بيبقى موجود في اندر ذا ووتر، موجود في الووتر. في الووتر بيبقى اللايت قليل، اللايت قليل، فالدولفين بيستخدم ايه؟ بيستخدم الهيرنج. الايه؟ الهيرنج. فساعتها بيعمل عنده بروسيس او بروبرتي اسمها ايكو لوكيشن. ايكو ايه؟ لوكيشن. الايكو لوكيشن دوت ساوند بيطلعه لو في حاجه بتخبط في الحاجه دي وبترجع بتعمل باك تاني وبيقدر يهير ديت. يبقى انا الدولفين عنده ايه؟ هو السوبر سنس اللي هو الاير، اللي هو الايه؟ الاير. يبقى ايه هو الاورجان؟ الاير. السنس الهيرنج، يبقى هو يوز هيرنج. يوز ايه؟ الهيرنج. حد زي الفوكس عنده الهيرنج والسايت. ليه؟ تو افويد دينجر. كاميليون عنده السايت والتيست فيندينج فود. الدوج عنده السميل والسايت تو ريكوجنايز فريند. انما المونكي عنده التاتش والسميل والسايت والتيست والهيرنج تو ايدنتيفايد اوبجكت. معناته ان دول عند مثلا الفوكس عنده الهيرنج والسايت بس، لا هو عنده كله، بس الحاجات دي هي اللي سوبر، هو اللي بيستخدمها كتير، فربنا مخليها له عندها قوه خارقه، عندها عنده ايه؟ سوبر سنس. طيب ربنا خلق برضو في بعض الانيمالز اسمهم نكترنال انيمالز. النكترنال انيمالز دول انيمالز بيكم اكتف ات نايت. اكتف ات نايت هم بيصحوا بالليل، هم انيمالز بيحبوا يصحوا بالليل والدنيا كده رايقه. طب بالليل مفيش نور يبقى مش هيقدروا يستخدموا السايت قوي. طب هم ربنا خلق لهم اكيد حاجات سوبر تو بيكم اكتف ات نايت. زي ايه؟ زي البات. هو كمان زي الدولفين بيستخدم ايكو لوكيشن. بيستخدم ايه؟ ايكو لوكيشن. انما الاولز، الأولز عندها الفيس بتاعها اسمه باول شيب. تمام. ليه بقى؟ تو دايركت ديستانت ساوند انتو ذا اولد اير، عشان يقدر الساوند يدخل الاير بتاعتها. الاير بتاعتها عنده لارج اي، يبقى هو بيقدر يوز هيرنج يوز سايت، يبقى عنده لارج اي اي. والهيد بتاعته عندها ability to turn in all direction، تقدر تلف في كل حته. ليه؟
to search for prey everywhere. يبقى احنا عرفنا ال owl تقدر active at night، يبقى ال owl وال bat ايه active at night، يبقى اسمهم ايه؟ اسمهم nocturnal animals. طب انا الحاجة ابتدي اعرفها ازاي؟ انا عندي سيستم تاني اسمه النيرفس سيستم. النيرفس سيستم دوت هو اللي بيتحكم في كل حاجة، هو اللي بيقول لي ايدي تشتغل، هو اللي بيقول لي الهارت بتاعي تشتغل، هو اللي بيقول الاستومك بتاعتي تشتغل، هو اللي بيقول لي الحاجة اللي قدامي دي ايه. يعني انا دلوقتي مشغل الفيديو، انا بسمع، طب انا فهمت اللي انا سمعته، هو اللي بسبب البرين، بسبب النيرفس سيستم. النيرفس سيستم consists of brain, spinal cord ونيرفز. برين سباينال كورد والنيرف. البرين ده هو عامل زي صاحب الشركه، صاحب الشركه هو اللي بيدي الاوامر. هل اي حد يقدر يوصل لصاحب الشركه على طول؟ لا، انما بيوصل عن طريق السباينال كورد. السباينال كورد هو اللي بيوصل للبرين. طب مين العمال اللي هم النيرف؟ النيرف بياخدوا الحاجه، يعني مثلا تعالوا كده واحد اتلسع، النيرف اللي هنا هتبتدي توصل اللسعة، توصل 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 للسباينال كورد، تقول له في حاجة غريبة كده. ايه الحاجة الغريبة دي؟ لا ما انا مش عارفة، انا هعرف منين؟ وصل للبرين، يوصل للبرين، البرين يدور يقول له ايه ده، دي لسعة، قول للايد اتوجعي وتشيلي ايدك. يروح هو على طول السباينال كورد مرجع لها، يقول لها ايه، اتلسعي يا ايد، تروح الايد ملسوعة ومتشالة. فكل البروسيس دي معموله بسبب نيرفس سيستم. تقولي يا ميس ده ايه ده، ده بتاخد اقل من ثانيه. هقول لكم ايوه، هو انا لو دلوقتي زميلي خبطني انا بعد شويه هحس ان انا اتوجعت في اقل من ثانيه. التايم ده اسمه رياكشن تايم. اسمه ايه؟ اسمه رياكشن تايم. طب انا دلوقتي الايد هنا هو عباره عن ايه؟ نيرفس سيستم. انا عندي الهاند اهي، معلش الهاند بتاعتي غريبة شوية، مبعرفش ارسم. طب في نيرف هنا، النيرف ده كده بيوصل لنيرف تاني، بيوصل لنيرف تاني، بيوصل لنيرف تاني. النيرف اللي هنا دوت اللي قريب من السكين بتاعتي او اللي موجودة على السنس على طول اسمه sensory receptor. اسمه sensory ايه؟ receptor. يبقى هي nerve found in different part of body responsible for recognize information from the ايه؟ environment. طب هل في nerves بتقدر انها توصل للبرين من غير السباينال كورد؟ اكيد طبعا، صاحب الشركه لو بنته شغاله في الشركه اكيد هتوصل له على طول، مش محتاجه سباينال كورد ولا حاجه. زي مين؟ زي النيرف اوف اي. الاي بتاع قريبه على طول من البرين، هي لسه هتروح للسباينال كورد يوصل للبرين. طب ما انا جنبه على طول اساله. يبقى انا عندي البرين كونكت سباينال كورد، وهو بيعمل ايه؟ هو مين كنترولر سنتر ان ذا بودي. يبقى هو مين كنترولر سنتر ان ذا بودي. السباينال كورد هو بيج نيرف رانز ثرو ذا باك بون. يبقى هو موجود في الباك بون. الفانكشن بتاعه تو كاري مسج فروم برين تو ذا بودي بارت اند فيا فيرس. النيرفس بتعمل ايه؟ carry message from the brain to spinal cord and other part of the body. طيب تعالوا كده نشوف النيرفس سيستم بيشتغل ازاي في انيمال زي الجربوة. الجربوة دوت زي ما احنا شايفين هو عامل زي الماوس، هو صغير جدا، بيفضل ينط على هيئة زجزاج، ينط كده نط كده نط كده نط كده. طب بينط على زجزاج امتى؟ لما بيلاقي دينجر. طب مين هو الدينجر بتاعه؟ السنيك. الايه؟ السنيك. الاير بتاعته اول لما بتسمع الساوند، الساوند بيجي للاير، يبقى بتستخدم الهيرنج على طول. على طول النيرف يوصله للبرين، البرين يقول له اوبا ده صوت السنيك، روح قوله للهايند ليج بتاعته جامب. الهايند ليج ايه؟ جامب. بتروح الهايند ليج، هو عنده لونج هايند ليج، عنده لونج هايند ايه ليج. لونج ليه؟ to jump long distance. to jump ايه؟ long distance. عشان يقدر يجامب. بيجامب ازاي؟ زجزاج. بيجامب ايه؟ زجزاج pattern. طب وهو بينط مش ممكن يتزحلق؟ اه، عشان كده ربنا خلق له feet and toes have hair. يبقى الفيت بتاعته عندها hair عشان ما يتزحلقش. يبقى كل ده structure adaptation. كل ده structure ايه؟ adaptation. طب ان هو يجامب بقى، الجامب ذات نفسه ده عبارة عن ايه؟ behavior adaptation، عشان هو مش بيعمله غير لما يبقى في ايه؟ danger.
التايم اللي هو بياخده اول لما بيسمع سنيك ويبتدي ينط اسمه رياكشن تايم. يبقى the time take by the body of the living organism to respond and react to different information. يبقى هو التايم اللي انا اقدر ان انا بحتاجه ان انا عشان اعمل رياكشن. انا ساعات ابقى قاعد سرحان وي حد جنبي يخبط عليا، يا عم انت يا استاذ يا باشا، وانا دماغي في حتة تانية خالص. ليه؟ لان البرين هو اللي بيقول لي على فكرة في حد بيخبط عليك، رد عليه. طب انا البرين لو في حتة تانية اكيد مش هحس بيه اصلا، يبقى ساعتها الرياكشن تايم بتاعي كتير قوي، باخد تايم كتير قوي. يبقى التايم ده اسمه ايه؟ رياكشن تايم. طب هل انا في بعض الحاجات اللي انا اقدر اعملها من غير ما تعدي على البرين اصلا؟ اه، زي ايه؟ زي انا دلوقتي في حريه حصلت في الشركه، هل انا لسه هستنى اوامر صاحب الشركه؟ لا، احنا هنجري على طول. يبقى دي رياكشنز او حاجات احنا بنعملها من غير ما البرين يستوعبها. لو حد دلوقتي ماشي في الشارع شاف كلب فجاه يلاقي نفسه بيجري، بعد شويه يبتدي يستوعب يقول ايه ده، هو ايه اللي انا عملته ده. الحركه دي اسمها ريفلكسز. اسمها ايه؟ ريفلكسز. الريفلكسز دي مسج سو فاست ذات يو كانت ريلايز، انت مش بتقدر ريلايز ات، انت مش بتقدر ان انت تحس بيها، هي بتحصل فجأة كده. اسمها ايه؟ ريفلكسز. اسمها ايه؟ ريفلكسز، ما ننساهاش. بعد كده ناخد الانيمالز بيستخدموا السنس دول عشان يقدروا يعيشوا ويقدروا يعملوا حاجة تانية اسمها كوميونيكيشن. اسمها ايه؟ communication. what meaning of communication؟ communication دوت ان الانيمالز تقدر تتكلم مع نفسها، تتكلم مع بعضها، يتكلموا مع بعض، بيبتدوا يفهموا بعض. طب هيفهموا بعض ازاي؟ على حسب الانيمالز. زي ايه؟ زي الانت. الانت بيعيشوا في كولوني. بيعيشوا في ايه؟ في كولوني. كل واحد ليهم ليه دور، كل واحد ليهم ايه فيهم ليه دور. عندي نورث انت، عندي ساوث انت، عندي السوليدر انت. اول حاجه النورث انت دول موجودين في المطبخ. النورث انت دول اول لما بيلاقوا الفود بيبقى low food، الفود از لو، قليل قوي، يبتدوا يحذروا التانيين عايزين فود، الفود خلاص قرب يخلص. طيب بيطلعوا يجيبوا فود؟ لا. مين اللي بيطلع يجيب فود؟ الساوث انت. طب هم ازاي بقى؟ هم الانت بيتكلموا مع بعض، بينادوا على بعض؟ لا، هم بيطلعوا سميلي مسج. سميلي ايه؟ مسج. يبقى الانت ما بيقدرش يتكلم، الانت بيطلع سميلي مسج. النيرس انت بتطلع سميل معينه، اول لما بيشمها الساود انت بيعرفوا ان الفود قرب يخلص، بيطلعوا سيرش فور فود. يبقى الساود انت بيعملوا ايه؟ سيرش فور فود. اول لما بيلاقوا فود مثلا بيطلعوا كل واحد يروح يدور في حته، اول لما حد فيهم يلاقي فود find the food بيروح رايح مطلع السميلي مسج معينه برضو، ورايحين كلهم. اول لما يشموا يبقى في حد جاب الفود، لقى فود، يبقى يروحوا عنده. نيجي عند السوليدر. السوليدر بيعملوا ايه؟ بيطلعوا سميلي مسج لو في دينجر. لو في ايه؟ دينجر. يبقى احنا كده عرفنا ايه اللي هيحصل لو الفود بتاع الكولوني حصل بقى decrease. decrease يعني قل. ايه اللي هيحصل؟ النيرس اند سند سميلي مسج تو ساوث اند. يبقى ايه اللي هيحصل؟ what happen the food in colony is very low او low food. the nurse and send smelly message to south end. طيب الهامبك ويلز. الهامبك ويلز بقى ما بيعملوش كوميونيكيشن بالسمل، بيعملوا كوميونيكيشن بالسونج. يقعدوا يغنوا؟ اه. ليهم تو تايب اوف سونج. في الوينتر بيبقى في سونج معين، وفي السمر سونج تانية. السونج بتاعت الوينتر بيبقى اسمها ميتنج سيزون. ميتنج ايه؟ سيزون، الوقت اللي بيروحوا يتعرفوا على بعض فيه. ميتنج ايه؟ سيزون. بيبقى ساعتها اسمه هاي بيتش. هاي بيتش ساوند زي الساوند بتاع الومن، زي الساوند بتاع الايه؟ الومن. بيبقى ساوند رقيق كده، رفيع بس عالي، البنات صوتهم مسرسع وعالي قوي. انما في السمر، السمر بيبقى فيدنج سيزون، وقت الاكل. فوقت الاكل طبعا محتاجين صوت تخين قوي، بيبقى اسمه لو بيتش. لو بيتش بيبقى زي صوت المان، تخين قوي بس ايه؟ رف. بيبقى ايه؟ رف. لو واطي شويه بس بيبقى ايه؟ رف وتخين. يبقى احنا عرفنا الهامباك ويل كوميونيكيت باي سونج، والاند كوميونيكيت باي اسمل. بعد كده بسبب الايكولوكيشن اللي احنا عرفناه في البات، قدرنا نستخدم او نعملها في البات انسباير تكنولوجي. البلاند بيبل، الناس اللي مش بيشوفوا، بيستخدموا سبيشال كين. الكين دي بتطلع هي كمان
ساوند او بتطلع حاجه زي الايكولوكيشن، لو في حاجه قدامها هترجع تاني وتخبط في الكين. طب هل انا اقدر اسمع الصوت اللي الكين دي بتطلعه؟ لا. امال ايه الكين دي؟ الصوت ده او الساوند اللي بتطلعه ما اقدرش ان انا اسمعه، بس بتعمل فايبريشن. بيعمل ايه فايبريشن؟ اول لما الراجل البلايند او الناس البلايند اللي هم مش بيشوفوا يحسوا ان الكين في ايديهم بتعمل فايبريت، بيبتدوا ان هم يقفوا او يعرفوا ان في حاجة قدامهم. واحنا كده خلصنا كونسبت 2، هنكمل مع بعض كونسبت 3 ونشوف هو بيقول ايه. تالت كونسبت معانا، كونسبت بيتكلم عن اللايت اند سايت. يبقى احنا كده هنعمل فوكس على سنس واحده اللي هي سنس السايت. يبقى احنا نستخدم ايه؟ تو سايت، نستخدم الايز. طيب الكونسبت ده بيقول ايه؟ الكونسبت ده بيعرفنا هاو وي كان سي، احنا بنقدر نشوف ازاي. اول حاجه احنا منقدرش نشوف في النايت فيجن، او منقدرش نشوف في النايت ات نايت، بس احنا عندنا النكترنال انيمالز. الانيمالز دول كان سي ات نايت. طب ازاي؟ او احنا لما بنحب نشوف نايت ازاي؟ نايت فيجن ان هيومن، الهيومن لما بيحبوا يشوفوا بالليل بيستخدموا نايت فيجن جوجلز. نايت فيجن ايه؟ جوجلز، النضاره ديت اللي بتخلينا نشوف بالليل. طب الانيمال، هما الانيمال تخيلوا الاكتيف ات نايت اللي هما النكترنال انيمالز هيقدروا يستخدموا النايت فيجن جوجلز؟ اكيد لا. طب هما عندهم ايه؟ some of these animals have mirror like membrane. have mirror like membrane بيعمل ايه؟ بيعمل reflect the light. بيعمل reflect of ايه؟ of light. عشان كده the light of fishing cat eye seem to glow in dark. عشان كده الاي بتاعت الكات، بتاعت الدوج، بتاعت الفوكس بتبقى glow in dark. زي مين؟ زي الفيشنج كات. الفيشنج ايه؟ كات. وده compare between the human eye and the nocturnal animal's eye. The size of eye, the human small, the nocturnal big. The eye pupil, the human open narrow, the nocturnal open wider. طيب احنا عندنا اي حاجة emit its own light. emit its own light اسمها source of light. يعني ايه emit its own light؟ هي ذات نفسها بتدينا light. زي ايه؟ زي الفلاش لايت، electric lamp، sun، candle، fire. يبقى كل دول اسمهم source of light. طب لما اقول لك give reason sun source of light because it emit its own light. give reason candle source of light emit its own light. طب هقول لو قلت لك moon not source of light، اول لما احط not في give reason هتقول لي not في الاجابة، يبقى because it's not emit its own light، يبقى هي ما بتطلعش light. زي مين؟ زي ال moon والميرور. ان moon والميرور don't emit light. don't emit light هما بيعملوا ايه؟ هما بيعملوا reflect light. بيعملوا reflect light. زي الميرور اهو، انا الفلاش لايت هو اللي عامل اللايت ده بتاع الفلاش لايت. الميرور كل اللي عملته عملت ريفليكت ليه. يبقى اللايت هو عبارة عن ايه؟ it's a visible form of energy. هو energy I can see it، هي energy انا اقدر ان انا اشوفها. طب يعني ايه energy؟ ده لسه هناخده في اليونت الجاية. طيب تاني حاجة نعرفها، هنعرف ال surface بتاعتنا. احنا عندنا ال object يا اما opaque object يا اما transparent object. opaque object ال object don't allow light to pass، هو object ما بيخليش اللايت يعدي. انما ال transparent allow light to pass، بيخلي اللايت يعدي فانا اقدر اشوف الحاجات اللي وراه. زي ايه؟ زي الاير، الووتر، الجلاس، الويندو، اللينس. طب الاوبك اوبجكت، الاوبك اوبجكت بيعمل وراه شادو. بيعمل وراه ايه؟ شادو. يعني ده اوبك، هنا الصن، الصن جت تخبط اوبك ما عدتش، يبقى عملت هنا ايه؟ شادو زي ما احنا شايفين. طب الاوبك اوبجكت ده عندي نوعين، يا اما سموث سيرفيس يا اما رف سيرفيس. سموث سيرفيس بيعمل ريفليكت ان وان دايركشن، زي ما انتوا شايفين كلهم اللايت راي ماشيين مع بعض وعملهم ريفليكت ان وان دايركشن مع بعض. انما الرف، الرف بيعمل ديفيوز ان ديفرنت دايركشن، بيبقى بصوا كل واحد عمل ريفليكت في حته تانية. تالت حاجه احنا نعرفها من هنا، عرفنا ان اللايت موف ان ستريت لاين، موف ات ستريت ايه لاين، بيمشي وما بينفعش ان هو يلف، هو يا اما بيمشي لو خبط حاجه بيحصل له ريفليكت. طيب احنا زي ما خدنا المره اللي فاتت او الكونسبت اللي قبليه ان
الانيمالز ممكن يعملوا كوميونيكيشن بالسميل وممكن يعملوا كوميونيكيشن بالصوت، هما هنا ممكن يعملوا كوميونيكيشن باللايت. يعملوا كوميونيكيشن بايه؟ باللايت. زي مين؟ زي الفاير فلاي بيتل. فاير فلاي بيتل هي اسمها فاير فلاي، نوعها بيتل. يبقى الفاير فلاي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيتل. وده سؤال بيجي كتير. بيبقى فيه كيميكال رياكشن، بروديوس كيميكال رياكشن to communicate أو produce light pattern. light ايه؟ pattern. يبقى هما بيقعدوا يعملوا light to communicate. to ايه؟ communicate. يبقى احنا من هنا عرفنا ال human بيعملوا communicate مع بعض بايه؟ ب reading, writing, watching TV, cell phone, electric reader. ال animals بال echolocation. احنا ال human ما بيعملوش echolocation. طب في حاجات ال animal وال human بيعملوا communication زي بعض فيهم ازاي؟ زي ال sound وزي ال light. زي ال sound وزي ال ايه؟ ال light. تقول لي ازاي يا ميس بس ال light؟ احنا ال sound تمام، احنا بنتكلم وده sound وبنقدر نعمل communication مع بعض. طب ال light، اللايت احنا دلوقتي لو شفنا اللايت، الريد ترافيك لايت، العلامة اشارة المرور الريد، اول حاجة هتعملها ستوب من غير ما حد يتكلم ويقولك ستوب او اي حاجة. انت مجرد ما شفتها ريد هتعمل ستوب، يبقى ده لايت. لما واحد بيبتدي يتوه، يتوه بيبقى معاه ريسو فلير. ريسو فلير ده بيعمل فاير تو هيلب، او لما الناس يشوفوا يعرفوا ان هنا في حد بيعايز هيلب. طب انا معيش الريسو فلير هعمل ايه؟ هعمل فاير. طب انا معيش ولا ريس فلير ولا عايز ان انا اولع فاير، هعمل الميرور. هعمل ايه؟ الميرور. ومن هنا الكوميونيكيشن بيعرفنا على حاجه اسمها كود. الكود ده باترن هاز مينينج. باترن هاز مينينج يعني ايه؟ هو حاجه معينه ليها مينينج، ليها معنى. لازم اللي بيقوله يبقى فاهم المعنى، واللي بيشوفه او اللي عايز يتكلم معاه يبقى هو كمان فاهم المعنى. زي بالظبط لما اروح عامل كده لغه سريه ما بيني وما بين زميلي، لازم ابقى انا فاهمه وهو فاهمه، ما ينفعش حد فينا بس ما يبقاش فاهمه. يبقى ده اسمه ايه؟ كود. ده اسمه كود. زي ايه؟ thumbs up or thumbs down، الترافيك لايت، زي الاكسبريشن اون فيس، اللانجويج، رايتنج، ميوزك اور ساوند، واللايت هاوس. كده خلصنا مع بعض الكونسبت التاني. طبعا احنا خلصنا بسرعه، قلنا الحاجات المهمه فيه. هندخل دلوقتي في يونت 2.